الناس. مرحبا بكم الناس الكل. سبت 18 فيفري هو موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي. هذا هو قرار اللجنة الانتخابية الصادر اليوم. دونك 18 فيفري جلسة عامة انتخابية، فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية النادي 20 جانفي ويتواصل حتى 16 فيفري. بالنسبة لانخراطات 2022 يتواصل ترويجها، أما انخراطات سنة 2022 فيبدأ الترويج نتاعها انطلاقا من 20 جانفي. دونك نعاود التواريخ هذه لأنها مهمة. 18 فيفري موعد جلسة عامة انتخابية وفتح باب ترشحات للرئاسة وعضوية النادي كما قلنا من 20 جانفي ويتواصل إلى يوم 16 فيفري. كيف هيئة الحكماء اليوم كانت أصدرت قرارها بمواصلة تكليف الإدارة الحالية للنادي الإفريقي بتسيير أمور النادي إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية. نمشيو توا نحكيو على الكرة والدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأولى من مرحلة الإياب. هذه النتائج: فوز الأولمبي البيجي اون ديبلاسمون في استاد بن جنات على الاتحاد المنستيري 1-0 بونتو أسامة بوغر، والأولمبي البيجي كمل المقابلة ناقص لاعب بعد طرده بالورقة الحمراء. اتحاد بقردان كيف ربح في سيدي بوزيد ضد الأولمبيك 1-0 بونتو رفيق الكامرجي اللي بالمناسبة يكون الهدف السابع ويكون هو هداف البطولة بسبع أهداف. اتحاد بن قردان سجل سبع أهداف سجلهم الكل المهاجم رفيق الكامر. جنادي الإفريقي يعود انتصارات بانتصار على نجم المتلوي 2-0 أهداف حمدي العبيدي دقيقة 10 ولاري العزوني دقيقة 47، ومستقبل سليمان يربح مستقبل رجيش 1-0 بونتو الفيس بافور في دقيقة 91. دونك هذا الكلاسمون في المجموعة بعد مقابلات الجولة الأولى من مرحلة الإياب. اتحاد بن قردان في الصدارة 18 نقطة، يفتك المرتبة الثانية من الاتحاد المنستيري الموجود في المرتبة الثانية ب 16 نقطة، الأولمبي البيجي المرتبة الثالثة 14، مستقبل سليمان المرتبة الرابعة ب 12 نقطة، النادي الإفريقي المرتبة الخامسة ب 11 نقطة، مستقبل رجيش سادس ترتيب 6 نقاط معاه نجم المتلوي الموجود في المرتبة السابعة، وأولمبيك سيدي بوزيد في المرتبة الأخيرة فقط بخمس نقاط. نحكيو على مقابلة ودية تلعبت اليوم في السعودية جامعة بي اس جي اللي حضر بكامل نجوم، ونحكيو على ميسي نيمار مبابي أشرف حكيمي وبقية النجوم ضد منتخب متكون ولا فريق متكون من نجوم نادي الهلال ونادي النصر السعودي. المقابلة وفات للفرنسيس 5-4، أهداف البي اس جي كان بواسطة ليونيل ميسي، ماركينوس، راموس، مبابي من ضربة جزاء، وإيكيتيكي يوغو لاعب شاب. أهداف النصر والهلال الفريق اللي تصمم موسم الرياض، دوبلي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في 34، بونتو ثاني بالرأس 45، سون لاعب الهلال السعودي في 56، وتاليسكا في الدقيقة 94 يجيب الهدف الرابع للفريق السعودي. اللي يهمنا زادة انه اسماعيل الغربي لاعب اللي من اصل تونسي لاعب بي اس جي لعب اخر 30 دقيقة من المقابلة هذية وكان هو اللي اعطى الباس متاع الهدف الخامس. كرة في أوروبا أهم النتائج الليلة، ونبدأ من البريمير ليج. ماتش من الجولة 7، توتنهام متقدم على مانشستر سيتي في 46 دقيقة لعب باثنين بلاش. في إسبانيا في الكوبا دي ري ريال مدريد منهزم في 46 دقيقة لعب ضد فياريال 2-0. في إيطاليا وضمن دور ثم النهائي من الكوب، أتلانتا بيرغامو ربح لاسبيتسيا 5-2، لاتسيو ربح بولونيا 1-0، يوفي متعادل مع مونزا 1-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام.net.